اهلا بكم اعزائي طلبه التعليم الفني في حلقه جديده مخصصه للتعليم الصناعي القائم على منهجيه الجدارات. زي ما الاستاذه ذكرت ان احنا نشتغل على فني ملابس جاهزه، ده تخصص مهم جدا ومطلوب جدا في سوق العمل، فطبعا بنتمنى ليكم مشاهده طيبه واستفاده للجميع، والتوفيق طبعا والسداد، وان احنا كلنا نطلع نرفع الصناعه المصريه، وطبعا ده انتوا امل مصر، فتابعونا وان شاء الله يكون في جديد. دلوقتي ان شاء الله هنكمل مخرجات التعلم الخاصه بوحده التغلفه والتعبئه والتكلفه النهائيه. بحب اذكركم بس بمخرجات التعلم الخاصه بالوحده، وقبلها طبعا لازم نعرف الهدف العام من الوحده، ان احنا طبعا بعد ما بنطلع المنتج بتاعنا اللي هو طبعا لو كنت هعمل فستان او بلوزه او تيشيرت او اي منتج في مصانع الملابس الجاهزه، المفروض ان انا بعد ما بخلص المراحل دي كلها وقست الجوده بتاعته وشطبته كل حاجه تمام، فببدا ان انا ابدا ان انا اعمل له عمليه التغليف والتعبئه. عملية التغليف والتعبئة دي مش عملية واستهان بيها، هو المفروض ان احنا ده طالع منتج للسوق بقى، يعني طالع يشوف الضوء، فالمفروض ان انا بكون براعيه وبطلع المنتج بالشكل الكويس الشكل اللائق، لان انا ممكن اكلف منتج بطريقة عالية جدا واصرف عليه كتير وفي الاخر اطلعه بصورة مش كويسة، فطبعا ده مش حدش هيشتريه، وهيطلع هيقلل من قيمته وهيقلل من جودته، هيبقى القيمة بتاعته مش واخد القيمة اللي هي المطلوبة من معايا في السوق اللي بره. واحنا طبعا احنا عايزين مش عايزين مش عايزين بس ان احنا نواجه السوق المحلي، احنا عايزين نواجه السوق العالمي ان شاء الله، وباذن الله على ايدكم باذن الله احنا هنبدا نرفع الصناعة المصرية لاعلى درجة. فانا دلوقتي بالنسبة لوحدة التغليف والتعبئة والتكلفة النهائية، المفروض ان انا براعي الهدف بتاعي منها ان انا ايه من خلال الاسم ان انا عايزه اطلع المنتج في احسن صوره، هبدا اشوف التغليف والتعبئه والتكلفه النهائيه، هغلف ازاي، ايه الادوات المستخدمه، البيئه المناسبه للتغليف، طبعا ده كل ده بيبقى طبعا طلبات العميل، بس طبعا انا لو انا مش فاهم الادوات بتاعتي وفاهم ان طريقه التغليف بالشكل الفلاني وده هيطلع احسن وده مش هيبقى شكله كويس، فلازم اميز بين كل ده. بالاضافه طبعا ان انا بتعود على طريقه حل المشكلات، لو انا قابلتني مشكله في خلال وانا في خلال المرحله دي او في مرحله التغليف والتعبئه هحلها ازاي وهقف معاها ازاي وهحاول اخرج من المشكله دي ازاي، لان طبعا احنا ما فيش عمل من غير مشاكل، احنا كلنا معرضين ان احنا واحنا بنشتغل ان احنا يقابلنا مشكله ومشكلات كتير، فانا لازم اكون اتعودت وعرفت ان انا ازاي احل المشكله دي. مش هعرف ان انا احل المشكله غير اما اكون عندي العلم والدرايه الكامله بالشغل اللي انا ماسكه او بالحاجه اللي انا بعملها بشكل عام. طبعا احنا عايزين نتعود على كده ان احنا نحاول نحل المشكلات الموجوده عندي في اي وحده بالنسبه للوحدات اللي احنا اتعلمناها، بشوف ايه المشاكل اللي ممكن تقابلني واحاول احلها. برضو ان انا ببدا اتعرف على القطع الملبسيه اللي انا بعملها دي هي بتتكون من ايه بالظبط وايه القطع فيها وازاي احسب القطع بتاعتي وابدا ان انا اسمنها وابدا ان انا اعرف الخامه دي بتتكلف قد ايه معايا علشان اطلع اعرف برضو بعد كده اطلع اجر العمال معايا واطلع التكلفه النهائيه للمنتج بتاعي، ومن خلال كده ابدا ان انا اطلع نسبه ربح خاصه للمصنع وبالنسبه برضو للعميل لما يجي يستلم المنتج ويبدا يطلع للنور. الحلقه اللي فاتت احنا خدنا كنا شغالين في مخرج تعلم واتفقنا احنا نعرف مخرجات التعلم الاول. المخرجات التعلم الخاصه بالوحده بتاعتنا طبعا زي اي مخرجات تعلم اللي هي اول حاجه اجراءات السلامه والصحه المهنيه اللي احنا متعودين عليها في جميع الوحدات بتاعتنا، لان احنا طبعا هنطلع نشتغل في المصانع فاحنا لازم نكون عارفين احنا هنشتغل ازاي وايه اجراءات السلامه والصحه المهنيه اللي بتقينا من وجوع من عدم وطبعا وقوع حوادث، وان انا ما يكونش في حاجه خطأ عندي يتسبب فيه مشكلة في المصنع، وطبعا لو حصل كده طبعا فالإنتاج بيقف فبيبقى فيه خسائر كتير، فاحنا بنحاول ان احنا نتلافى كل المشكلات اللي ممكن تقع بسببنا او من غير ما نكون احنا سبب فيها. طبعا لازم اكون متعرفة على اجراءات السلامة والصحة المهنية الخاصة بالوحدة بتاعتي واعرف ازاي انا هغلف وازاي انا مثلا انظف المكان اللي انا قاعدة موجودة فيه، هتبع التعليمات هتبع اللافتات، كل طبعا الكلام ده احنا كل الوحدات اتكلمنا فيه. ده مخرج تعلم رقم واحد كان اجراءات السلامه والصحه المهنيه. مخرج تعلم رقم اتنين امر التشغيل، واحنا امر التشغيل بتاعنا المفروض ان احنا يكون خاص بالوحده بتاعتنا، ازاي انا العمليه اللي انا المراد اللي انا هعملها هبدا ان انا انفذها، طبعا بتعرف عليها من خلال امر التشغيل، ببدا اعرف الكميه اللي انا هطلعها قد ايه، برضو
طبعا جايه من امر التشغيل، ان انا هغلف الكميه بتاعتي اكس لارج لارج ميديوم، نوع العمليه، هعمل قميص رجالي، هعمل تيشيرت، هعمل بلوزه، هعمل بدله، على حسب نوع العمليه اللي انا هعملها بالظبط، او حسب المنتج اللي انا هعمله ايه بالظبط. برضو الادوات اللي انا هستخدمها في عمليه التغليف والتعبئه بعرفها برضو من امر التشغيل، الطريقه اللي هغلف بيها، الطريقه النهائيه، المظهر النهائي اللي هيطلع بيه المنتج سواء كان طرد او كرتونه، على حسب طبعا ايه طلبات العميل. كل ده انا بتعرف عليه من خلال امر التشغيل. خلصنا امر التشغيل، هندخل دخلنا على التغليف والتعبئه، وعرفنا الادوات اللي احنا هنستخدمها في عمليه التغليف والتعبئه، واحنا هنستخدم ايه بالظبط في ادوات التغليف والتعبئه، ايه الادوات اللي المتاحه قدامي واللي انا المفروض اكون اتعرف اتعامل معاها، وايه الادوات النظيفه اللي انا المفروض ان انا اكون عرفتها، وايه اللي كويس وايه اللي مش كويس، وايه اللي مناسب للقطعه دي وايه اللي مش مناسب للقطعه دي. كل ده طبعا اخدناه في مخرج تعلم رقم 3 في تغليف طريقه التغليف والتعبئه. بعد ما خلصنا المخرج تعلم رقم 3، دخلنا في الحلقات السابقة في مخرج تعلم رقم 4 اللي هو تسمين الخامات الأساسية والمساعدة عندي، ان انا هجيب التكلفة، مش التكلفة، هسمن الحاجة، الخامة اللي انا اشتريتها سواء كان قماش او خامات مساعدة. طب انا هعرف كل ده من غير ما اعرف القواعد الفنية المتبعة وانا جاي اخد ثمن الحاجه؟ ما انا مش هعرف اجيب ثمن القماش غير ما اعرف انا هستخدم كميه قماش قد ايه، بناء عليه هعرف انا الثمن هيبقى قد ايه. جبت، ما خدت مثلا متر، مترين، ثلاثة، فبناء عليه هعرف انا هشتري قد ايه، فهدفع قد ايه. فانا لازم اكون عرفت القواعد الفنية المتبعة في عملية تقدير الكميات، طبعا اتعرفنا عليها في الحلقات السابقة، المرد مثلا، اشكال المردات، وطبعا القطع الملبسية بتتكون من ايه قدامي، عرفت المواصفات بتاعتها، عرفت ان انا احللها من حيث عدد الاجزاء، من حيث الشكل العام. ولازم طبعا عشان اعرف احلل كل ده اكون عرفت الاشكال المختلفه للكالونيها، القصره، الكشكشه، اكون عرفت اشكال الاكمام، اكون عرفت القصات المختلفه، التوسعات، اشكال المردات وانواعها. كل ده طبعا انا المفروض كطالب فني ملابس جاهزه اكون متعرف على كل ده علشان ابدا اعرف اقدر كميه القماش. الحلقه اللي فاتت احنا كنا واقفين عند المردات وخلصناها وخدنا الكسره والكالونيها. النهارده ان شاء الله هناخد الكشكشه، هنكمل مخرج التعلم ده. طبعا المخرج التعلم اللي هيجي بعد كده ان انا هبدا اتمن الاجور بتاعه العمال اللي هتشتغل معايا، وبعد كده هبدا اخرج او اطلع ثمن بيع القطعه الواحده او نسبه الربح. تعالوا مع بعض نكمل الاول مخرج تعلم طريقه التسمين. احنا عشان نعرف اتفقنا ان انا لازم اعرف الكشكشه والقرانيش بتتحسب ازاي. لو جيت بصيت كده على الكشكشه بالنسبه لي كده في نماذج تصميمات قدامي اهي، يتوقف طبعا تقدير القماش اللي لازم نعمل الكرنيش والكشكشه على نوع التصميم وسمك القماش. طبعا ما ننساش كلمه سمك القماش ده لان ده ضروري جدا. سمك القماش ده ان انا هيتوقف عليه انا هضيف قد ايه مسافه الكشكشه. برضو لو انا عندي التصميم، يعني انا هنا هضيف مسافة وهنا هضيف مسافة لان التصميم جاي بطريقة اوسع، وهنا طبعا هضيف مسافة، ما ينفعش ان انا اساوي المسافات كلها مع بعض، وهنا برضو هضيف هنا مسافة، وطبعا المسافة هنا الديل بيوسع فهضيف مسافة تانية. وبرضو بالنسبة للفستان البيبي، برضو بالنسبة للكشكشة الموجودة في الكم او موجودة في السفرة، وهنا او موجودة في الديل. بالنسبة للكم، العرض بتاع الكم طبعا احنا معروف ان احنا موجود في الغالب او في العموم ان انا موجود عندي 2 كم لكل قطعه. الكم بيتحسب ازاي؟ عرض الكم زائد مسافه الحياكه مرتين. يعني انا باخد الكم، لو عندي مثلا ده شكل الكم احنا بنرسمه، لو احنا فاكرين طبعا متذكرين شكل الكم، انا ده العرض بالنسبه لي. عرض احسبه ازاي؟ ده عرض الكم، احط مسافه الخياطه الناحيه دي ومسافه الخياطه الناحيه دي، يعني انا احط عرض الكم زائد 2 سنتي مسافه خياطه عشان اشبك الجنب بتاع الكم ده بالجنب ده. طبعا انا هستخدم كم مره؟ مرتين. يبقى انا عندي كده كام؟ مرتين. طول الكم مسافه هحط طول الكم عندي اللي هو المفروض ان انا اخدته ورسمته، واحط عليه مسافه الخياطه، واحط عليه مسافه التانيه بتاعتي. لو الكم بكشكشه بتكون مسافه الكشكشه بتتراوح من 6، من 4 ل 6 سنتي. يعني الكم بكشكشه يبقى انا ممكن المفروض ازود على الكم قد ايه؟ من 4 ل 6 سنتي. يبقى عرض الكم زائد مسافه الكشكشه زائد مسافه الحياكه مرتين. طول الكم هحسبه برضو ان انا هحسب طول الكم بالنسبه لي، انا هحسب ده مسافه تانية، يبقى انا هحط طول الكم وبعدين هزود هنا 1 سنتي، وهنا كام؟ 2 سنتي لثانيه الكم. الاسوره، بالنسبه للاسوره بقى عندي ان انا الاسوره بجيب لها بطانه،
يبقى انا بعمل عرض الاسوره زائد مسافه الخياطه واضربها في 2 عشان اجيب الاسوره ببطانتها مع بعض قطعه واحده عشان اوفر طبعا في القماش، لان اي 1 سنتي بيعمل فرق طبعا كبير في كميه القماش المستخدمه، وبيوفر لي كتير بالنسبه للمصنع وبيوفر لي كتير في ثمن القماش. الطول احط طول الاسوره زائد مسافه الخياطه. الاكوال طبعا عندي كل قطعه واحده، الكل قطعه واحده بناخد الطول بتاعه زائد الحياكة عادي، مفيش مش هضيف حاجة. أما بالنسبة للعرض فهعمله زي الأسورة بالظبط، يعني أنا هحط 2 وأفتح قوس، أحط العرض زائد 1 سنتي، الـ2 اللي أنا فتحتها دي علشان أجيب الإيه البطانة بتاعت الكولة مع بعض، يعني أجيب القطعة مرتين في نفس الوقت من غير ما أكون إيه واخدة مسافة خياطة زيادة. هي نفس فكرة الأسورة بالظبط. الكل قطعتين اللي هو زي الكل بيبي، بيبقى عندي الحتة دي مفصولة ومن ورا مفصولة، بعرفها إن ده مفصول من هنا وده مفصول زي الكل بيبي بالظبط. الكول بيبي اللي هو القطعتين بيبقى الكولة طول القطعة زائد الحياكة في الاتنين القطعتين الاتنين، طول القطعة على 2 زائد الحياكة للقطعة الواحدة. العرض بيساوي العرض 2 وافتح قوس برضو واحط عرض الكولة زائد 1 سنتي، وده طبعا للقطعتين. او لو انا عندي مثلا بطانة بحط العرض زائد الحياكة في 4، لان انا هجيبها 4 مرات، لان انا ممكن تكون البطانة من نفس نوع القماش او مش من نفس نوع القماش. بالنسبة للاكوال انا ممكن احسبها حسب العرض المتبقي عندي في القماش، يعني انا بالنسبة للاكوال والاساور بحاول ان انا احطهم في القطع اللي هي بتبقى مستهلكة، اللي هي بتبقى فائض قماش او الهادر القماش ده، لو انا عندي هادر قماش بحط فيه القطع الصغيرة دي. لو احنا رجعنا كده لعملية التعشيق لما بنيجي نعشق، احنا كنا حاطين شرط ان انا ببدأ بالقطع الكبيرة الاول وبعدين القطع الصغيرة. ليه الشرط ده؟ علشان انا عندي لو عندي كمية قماش متبقية في حتة صغيرة احط فيها الاكوال واحط فيها الاساور، علشان ان انا ما اخدش عرض جديد في طول في القماش، وبذلك يعني هيديني نتائج مترتبة عليه، ان ممكن يعمل لي ايه عدم قماش كتير، او بالنسبة لي ممكن يستخدم كمية قماش كتيرة، في حين ان انا ممكن اوفر كتير في كمية القماش لو استخدمت المساحات اللي هي بتبقى متبقية في قلب عرض القماش. بالنسبة للياقة القميص الافرنجي، خلي بالنا ان الياقة القميص الافرنجي لها جزء فوق وجزء تحت، احنا بنسميها كده بالبلدي ان الياقة، عند الياقة جزء علوي وجزء سفلي، او الياقة او الرجل الياقة والياقة. الحتة اللي هي فوق دي الياقة اللي فوق بيتحسب الطول، بزود هنا مسافة خيط، ده بالنسبة لطول الكول. طب العرض، العرض برضو بعمل 2 وافتح قوس واقوم جاي حاطه العرض زائد الحياكه، بان انا بجيب ده القطعه دي بالبطانه بتاعتها. اي العرض دي قاعده عندي عامه المفروض ان انا اكون التزمت بيها عشان اوفر في كميه القماش. ناخد بالنا بقى من الجزء السفلي لما اجي احسبه، ان انا عندي هنا زرار وعندي عروه، فالجزء السفلي بيختلف في حسابه عن الجزء العلوي، لان انا لازم ازود ايه في العرض، ازود مسافه المرد للزرار ومسافه المرد للعراوي. يعني انا هجيب الطول ازاي؟ الطول باخد الطول بتاعي بحطه زائد مسافة المرد بتاعي اللي هو المفروض 4 سنتي، 2 سنتي للمرد الناحية دي و2 سنتي للمرد الجهة التانية. العرض بحط عرض الجزء السفلي زائد مسافة الخياطة واضربهم كلهم كام في 2، اللي انا عملت كده عشان اجيب البطانة معايا. تعالوا كده نشوف كده الطريقة الأولى. لو أنا عايزة أقدر كمية القماش اللازمة للقطعة الواحدة، تقدر كمية القماش بعدة طرق. هقدر أول طريقة إيه؟ عن طريق الرسم التخطيطي، زي ما إحنا بنعمل كده في إيه؟ في التعشيق بتاعنا. يعني انا لو جيت دلوقتي مثلا قلت لك انا عايزه 50 بلوزه بالمقاسات دي، فانت هتروحي تجربي في بلوزه واحده وبناء عليها هتضربي لي المسافه بتاعت المسافه اللي خدتها البلوزه الواحده، طول القماش للبلوزه الواحده في الكميه اللي انا هعملها. طبعا انا استخدمت ده عن طريق ايه؟ عملت رسم تخطيطي لبلوزه واحده، ففي الغالب ده بيبقى ايه بعمله بمقياس رسم مصغر شويه علشان ابدا اعمل كميه القماش بتاعتي. وده طبعا موجود في طرق كتيره قوي عندنا في التدريس، ان احنا علشان ابدا اقدر كميه قماش لحاجه معينه او لموديل معين ببدا اعمل له مقياس رسم صغير، وببدا اعمل عينه صغيره كده، وببدا ان انا من خلالها ببدا ان انا اعرف انا هستخدم كميه قماش قد ايه. وطبعا ده بيبقى طريقه سهله جدا في تقدير كميه القماش، وبتبقى موفره بحيث ان انا عملت زي رسم تخطيطي كده مصغر قدامي علشان من خلاله اعرف هستخدم كميه قماش قد ايه للبلوزه واحده او لا، اكتر من ايه من بلوزه لنفس الموديل.
بمعنى ان انا برسم باترون مصغر وبعد كده ببدا اعمل له، بجيب الورق واحط الرسم التخطيطي بتاعه بعد ما بشف عادي خالص الاجزاء بتاعتي، وابدا اعرف عن طريقها. باخد الطول من اول حته، من اول مكان انا عشقت فيه لاخر مكان انا خلصت فيه التعشيق، وابدا اضربه في مقياس الرسم اللي انا اشتغلت عليه، سواء كنت اشتغلت مقياس رسم 1:2 او 1:3 او 1:6 على حسب المقياس اللي انا هشتغل بيه وعلى حسب برضو المقاس. ده بالنسبه للطريقه الاولانيه. الطريقه الثانيه طبعا الطريقه اللي احنا بنتكلم عليها دي طبعا ليها قواعد المفروض ان انا اتبعها، زي ما احنا اتفقنا لما باجي احط الكميه القطع بتاعتي بحط القطع الكبيره الاول وبعد كده بطلع بدخل على القطع الصغيره. يعني ببدا بالكبير الاول، لو انا عندي امام عندي خلف عندي كم، وبعد كده ببدا بحط القطع الثانيه الصغيره زي القصه زي الكوله زي الاسوره، لان دي الطريقه دي بتحاول يعني من طريقه انا بحاول بوفر كميه كبيره من القماش، ولان انا بستخدم نسبة العادم اللي طالع عندي او الفاقد في القطع الصغيرة. في الاقمشة طبعا المقلمة لازم التزم باتجاه الناس، القلم بتاعي لازم اكون واخدة بالي برضو ان انا الموديل بتاعي لو فيه قصة معينة وفيها اتجاه قلم معين، زي مثلا القميص الرجالي كده ان احنا ذكرناه فيه في الحلقة بتاعتنا، وقلنا ان انا براعي في القميص الرجالي ان انا لما باجي احط القطعة بتاعتي سواء كانت صفرة في الخلف او كان جيب واخد شكل اتجاه نسيج تاني زي ما احنا بنشوف في الموديلات الموجوده، فانا المفروض ان انا براعيه. براعيه ازاي؟ ان انا بشوف اتجاه القلم بتاعي رايح فين وابدا اظبط القطعه اللي انا هعملها على اتجاه القلم. يعني انا لو عندي مثلا المرد بتاعي عندي الاتجاه الطولي للقميص مثلا كده القلم بالطول، وعندي المرد واخد القلم بالعرض، فانا لازم احط المرد ده ايه بقى باتجاه مخالف للاتجاه الطولي علشان يطلع نفس الموديل اللي انا عاوزاه يطلع لي في قلب القميص الرجالي. في كمان حاجه، انا لو عندي السفره اللي ورا واخده اتجاه مخالف لاتجاه القلم برضو بتاعي لازم اراعيها وانا جايه احطها على الايه على القماش. برضو ان انا براعي بقدر المستطاع ان انا يبقى في عندي اقتصاديه في عمليه التعشيق علشان اوفر كميه قماش، لان انا لو بشتغل في مصنع وجيت احط القطعه دي رسم تخطيطي او ان انا هبدا ان انا اشتغل، فانا الواحد سنتي بيفرق معايا في كميه القماش، لان لو هعمل الكميه كبيره فالواحد سنتي ده مش هيبقى واحد سنتي، ده هيبقى كم متر عندي، فانا كده بالتالي انا وفرت في كميه القماش وعملت اقتصاد في عمليه القماش بتاعتي اللي انا هستخدمها. ده بالنسبه للطريقه الاولانيه اللي هي طريقه الرسم التخطيطي. الطريقه الثانيه ممكن ان انا احسب حسابيا، ودي طبعا ليها قانون ان انا ببدا ان انا لو انا عندي الجزء اجزاء طبعا دي بتتم في الاجزاء الصغيره اكتر، لما بيكون هعمل مثلا مرد من قماش او هعمل قصه معينه وده مطلوبه مني بس مش مطلوب مني بقيه القطعه. يعني انا لو هعمل مثلا اساور من لون مختلف من لون مثلا غير لون القماش اللي انا هعمله، فببدا ان انا هجيب قماش وابدا اعمل نفس اللون اللي موجود عندي في التصميم اللي انا عايزه اطلعه، فبالتالي انا مش هقعد احط الاسوره جنب الاسوره جنب الاسوره جنب الاسوره، ده طبعا مش هيبقى طريقه سهله او مش هيبقى طريقه علميه قوي. فطب انا اعمل ايه؟ ابدا ان انا اجيب القطعه بتاعتي، مثلا انا لو فرضنا هعمل مثلا اسوره مثلا العرض بتاعها مثلا 20، فببدا ان انا اقسم العرض على 20 هيطلع لي كام اسوره انا هعملها، وده طبعا احنا بنستخدم لها قوانين علميه عشان ابدا اوصل للطريقه ديت. لو انا جيت هاخد تكرار القطع في عرض القماش هشوف القطعه قد ايه في عرض القماش، هجيب العرض القماش المستخدم على عرض القطعه. يعني انا هعمل عرض القماش مثلا 120، مثلا عرض القماش 120 بالنسبه لي، عرض القطعه اللي انا هعملها كام؟ لو 20 يبقى لو قسمت 120 على 20 هيطلع لي هيبقى مثلا 6، هيبقى كام؟ يبقى 6 قطع. يبقى 120 على 20 فيها 6 قطع، يبقى انا عرض القماش ده هيطلع عندي كام؟ 6 قطع. كميه القماش المستخدمه بقى هجيب عدد القطع اللي هي السته اللي انا اللي هي المفروض تطلع عندي على تكرار القطع في عرض القماش. يعني عدد القطع اللي انا هطلبها مثلا هعمل مثلا 100 قطعه 200 قطعه وعلى التكرار على السته اللي هم طلعوا في عرض القماش، في طبعا في طول القطع على 100 عشان احول من السنتي للمتر. ده بالنسبه للطريقه الثانيه اللي هي الطريقه الحسابيه. بالنسبه ممكن برضو بطريقه ثالثه ان انا عن طريق طول الطوب، انا هشوف مثلا طول الطوب عندي كام، هجيب طول الفرشه بتاعه القماش بتاعي الفرشه اللي انا هستخدمها، يعني انا 60 متر مثلا الفرشه، واشوف هي هتتكرر كام مره، يعني عدد القطع التكرار المره كام قطع، او القطع او الفرشه الواحده هتعمل لي عدد معين من القطع، هبدا اضرب العدد ده في عدد الفرشه بتاعتي كام وهبدا اطلع كميه القماش المستخدمه. ده طبعا طرق طبعا لازم اكون عارفاها، لان انا مش هستخدم طريقه واحده، او ما ينفعش ان انا اكون مقتصره في معرفتي على طريقه واحده، لا انا كطالب مفروض اكون عارفه
اطلع طريقه القماش او كميه القماش بالطريقه بالرسم التخطيطي بالحسابي، ان انا هحسبها من غير ما اعمل رسم تخطيطي لو انا هعمل لقطع صغيره، او ان انا هعملها كمان بايه بطريقه الثوب. لو انا مديني مثلا طول الثوب مثلا او طول الفرشه بتاعتي كذا وانا عايزه كميه القماش، طبعا دي طريقه سهله جدا وبسرعه، وهطلع بكميه القماش بطريقه اسهل من كده، اسهل من ان انا اقعد ايه افرد واعمل رسم تخطيطي وارسم موديل واعمل كل ده. طبعا بيوفر عليا وقت وجهد ان انا اكون عارفه الطريقه الصح في الوقت ده استخدم ايه بالظبط. ده بالنسبه للطريقه الثالثه اللي هي عن طريق طول الثوب. تعالوا بقى نحسب كده الاسمان بتاعه الخامات الاساسيه. لو انا عندي مثلا، انا خلاص كده عرفت الاسس العلميه والحاجات اللي انا بحطها على القماش، لو انا هزود مسافه خياطه، لو هزود عندي مرد، لو هزود ايا كان بقى المدير اللي عندي، وانا اتعرفت طبعا على المردات باختلاف انواعها، عرفت الكشكشه، عرفت القصره، عرفت الكالونيها، عرفت كل ده. طب انا كده جبت كميه القماش، طب انا اعرف اسمنه، اعرف اجيب اعرف الثمن بتاعه؟ ايوه، لان انا عرفت المتر بتاعي. انا مثلا جبت كميه قماش 100 متر مثلا، وقال لي ان المتر مثلا 10 جنيه، هضرب كميه القماش اللي طلعت لي في 10 جنيه، كده انا جبت الكميه كلها تستخدم قد ايه في القماش. طيب هو انا بالنسبه لي الموديل كميه قماش بس؟ لا، ده انا عندي خامات اساسيه، خامات مساعده. القماش ده انا بطلق عليه الخامه الاساسيه اللي انا طبعا من غيرها مش هعرف اطلع المنتج. يبقى انا كده ايه جبت كميه القماش خلاص عرفتها، وجبت الثمن بتاعها، طبعا مش هجيب الثمن غير لما اكون عرفت الكميه. طيب بالنسبه بقى للخامات المساعده، بيبقى مديني مثلا هو المدير الواحد مثلا هيستخدم 6 زراير لو انا هرسم هعمل بلوزه مثلا. طيب هيديني سعر الزرار الواحد مثلا، لو الزرار الواحد بجنيه يبقى انا عندي التكلفه بتاعت البلوزه الواحده كام؟ 6 جنيه. طب هعمل كام بلوزه؟ 6، هعمل مثلا 100 بلوزه، يبقى اضرب الستة في 100 يطلع لي 600 جنيه يبقى انا كده جبت ثمن الزراير. طبعا اللي انا بتكلم فيه ده هينطبق بصفه عامه على جميع الخامات المساعده، ان بيديني كميتها للقطعه الواحده، وانا من خلال القطعه الواحده هجيب لي بقيه الايه الكميه بتاعتي. تعالوا معايا نبص كده، اهو بيقول لي عندي هنا في تسمين الخامات الاساسيه للقماش اضرب عدد الامتار او الثوب اللي مطلوب عندي الموجود عندي في ثمن المتر الواحد او الثوب. يعني انا لو عندي اثواب برضو هشوف ثمن الثوب كام وابدا اضربه في عدد الاثواب اللازمه للتشغيل عندي وابدا اطلع الثمن بتاعي. طب لو ثمن خامات مساعده برضو هيتم حسابها حسب نوعيتها وتصنيفها. انا عندي مثلا زرار، عندي استك، عندي استخدمت توكه، استخدمت مثلا فازلين، استخدمت خيط تطريز، استخدمت خيط حياكه، دي كل دي احنا بنتكلم عليها ان دي خامات مساعده، يعني بتساعدني في عمليه ان انا اطلع المنتج بالشكل النهائي، بتساعدني ان انا اطلع المنتج في شكل جمالي. لكن ده طبعا ممكن استغنى عن خامات مساعده كتير، لكن ما اقدرش طبعا استغنى عن القماش بتاعي، اني من غير القماش مش هطلع منتج. فالخامات المساعده مش في كل منتج بطلع كل الخامات المساعده، هو ممكن على حسب المنتج اللي قدامي او حسب المدير اللي قدامي. هو في حزام مثلا جاي انا هشتريه من بره، في توكه معينه، في اكسسوارز معين، في عندي زراير واخده شكل معين، على حسب المدير اللي عندي هو استخدم مثلا قطعه او استخدم دسته، على حسب. ببدا ان انا اجيب القطعه الواحده، الكميه للقطعه الواحده، واضربها في الكميه كلها، ببدا اعرفها انا هستخدم عندي كميه قد ايه سواء كان بالقطعه او بالدسته، واضربها في الثمن ويطلع يبقى كده طلع عندي ثمن الخامات المساعده. تعالوا كده نشوف مثال كده معايا عشان نبدا نحله. عندي هي بيجامه شركه بيوت ازياء حديثه طلبت ان انا اعمل تشغيل 4000 بيجامه حريمي. كام كده؟ 4000 بيجامه حريمي بكل سبور من قماش منقط عرض 80 سنتي وفقا للتصميم الموضح. ايه التصميم بقى؟ عندي التصميم قدامي اهو، ده بيجامه انا عايزه اطلع التكلفه بتاعتها هتتكلف معايا قد ايه. طب تعالوا نشوف كده، هو مديني مقاسات، قال لي نص عرض الصدر 28، يعني المقاس اللي انا هنا ده 28 سنتي، عرض الظهر من ورا 25 سنتي نص عرض الظهر برضو، طول الجاكيت ده 75 سنتي، مقاس الجيب اللي هنا ده 12 في 14 سنتي، عرض الكم 34 سنتي، طول الكم 62 سنتي، مقاس الكولا 8 في 32 سنتي، البنطلون نص عرض الامام 30 سنتي، نص عرض الخلف 32 سنتي، زيادة حجر الامام 6 سنتي، زيادة حجر الخلف 8 سنتي، طول البنطلون 100 سنتي. نتأمل كده في الموديل بتاعنا. طب انا لو طلبت منك كطالب تحلل لي الموديل ده، تعالوا نحلله كده مع بعض. احنا قلنا اول حاجه المفروض مطلوبه مني كطالب فني ملابس جاهزه وفقا لمنهجيه الجدارات، اعرف تحليل القطع، يعني اعرف العدد القطع بتاعتي قد ايه. طب انا تعالوا نحلل، هنقول ايه الامام قطعتين،
طب ليك انت قلت قطعتين يا مثل؟ عشان انا عندي فيه مرد فصل القطعه بتاعتي، يعني انا هعمل ناحيه وناحيه، يعني انا لما اجي اجيب عرض الامام هحطه على الرسم التخطيطي كام مره؟ مرتين، اتنين. الخلف قطعه واحده. ليه قلت قطعه واحده؟ عشان انا ما عنديش خط خياطه فصل القطع من ورا، يعني القطعه كلها جايه على بعضها فاصبحت قطعه واحده. في عندي ايه كمان؟ في عندي الكم. الكم كام قطعه؟ قطعتين، واضح قدامي ان هو قطعتين. والكم ايه؟ ما فيهوش اي حاجه، يعني ما فيش اي قصات فيه، ما فصلتليش الكم مثلا على اجزاء ولا اي حاجه. ده كم وده كم، يبقى انا عندي كام كم كده؟ اتنين كم. عندي الجيب، عندي جيب واحد قدامي اهو. الكولا، عندي كولا سبور عاديه خالص، هتبقى قطعه واحده لان انا هجيب القطعه بالبطانه بتاعتها. طب انا لو جيت بقى اتكلمت على الموديل من حيث الشكل العام، الشكل العام مهم جدا، الاتنين مهم، لان من خلال الشكل العام هعرف اقدر كمية القماش. طب انا عندي كده، انا لحد كده، انا لو قلت لك او قلت لك اوصفي لي الموديل ده من حيث الشكل العام هتقولي لي ايه؟ هنقول بيجامة. طب تمام، طب البيجامة دي فيها ايه؟ فيها مرد ايه؟ طب المرد ده نوعه ايه؟ مرد بسيط. طب تمام، وفي كول سبورت، تمام، وفي كم، تمام، في عندي جيب، بس كده؟ لا، نلاحظ كده ان احنا لما جينا نتكلم على المرد البسيط مع الريفيرا والكولسبور قلت ان هو بيبقى طالح كده في الموديل بالشكل ده، يعني واخد الشكل اللي قدام المثلث اللي محطوط قدامي ده في الموديل. يعني ده معناه ايه؟ ان انا عندي هنا مرد بسيط مع ريفيرا وكولسبور. طب نفتكر القاعده بتاعت المرد البسيط مع الريفيرا والكولسبور كده، فاكرينها معانا؟ اه فاكرينها، اللي هي ايه بقى؟ عندي عرض المرد بحطه ل 2 سنتي، وباخد كمان عرض المرد كمان مرة، يبقى 2 و2 كام؟ 4. واخد ايه كمان؟ 7 سنتي بتوع الرقبة، يبقى كده هضيفها كمان معاه، زائد 3 سنتي من الكتف، يبقى 2 و2 4، 4 و3 بتوع الكتف 7، 7 و7 بتوع الرقبة 14 سنتي. يبقى انا كده اول ما عرفت ان ده، عرفته منين؟ لان انا خلاص اتعلمت ان انا اجيب الموديل من حيث الشكل العام، قلنا الشكل العام ده مهم جدا، ان انا افرق بين انواع المردات، افرق بين الكسرات، دي بليسيه ولا كسره ولا كالونيها ولا كشكشه. من غير كل ده انا مش هعرف اقدر كميه القماش. طب تيجي نحل مع بعض كده، يلا نحل مع بعض. إيه لسه برضو في تكمله، انا قال ان الخامات يوجد بمخازن المصنع 200 توب من هذا القماش، طول التوب 40 متر وثمنه 400 320 متر التوب. يعني انا معنى كده ان انا هجيب الكميه بالتوب وبعد كده اجيب الثمن للتوب، مش الكميه، مش للقماش بالامتار. يلزم لكل بيجامة 4 أزرار، ثمن الواحد 25 قرش. يلزم استخدم بكرة خيط لخياطة 10 بيجامات، ثمنها 240 قرش. تستهلك 80 سنتي أستك للبنطلون، ثمن المتر 150 قرش. مطلوب ايه؟ عايز ايه؟ عايز كمية الأسواب التي يقوم المصنع بشرائها حتى يمكنه إنتاج هذه الكمية، ثمن وعايز كمان ايه؟ ثمن الخامات. طب تعالوا نحل مع بعض كده، زي ما احنا اتفقنا ان احنا هنبدأ اول حاجة بتحليل الموديل. احنا حللنا الموديل خلاص، وعرفنا ان اللي عندي الامام قطعة واحدة قطعتين، عرفنا الكلام ده كله. طب تعالوا نحل مع بعض كده، تعالوا كده نجرب كده نحل كده مع بعض. لو انا قلت هنا تحليل الموديل، تحليل الموديل، لو احلل الموديل بقى احلل ايه؟ يبقى عندي الامام كم قطعة؟ 2 قطع. الخلف شطرين، 1 قطعة. كم 2 قطع. كول 1 قطعة. طب لو انا كده حللت ده بالنسبة لده كده، الجاكت ما انساش ان في الجاكت فيه ايه كمان؟ في جيب ايه؟ 1 قطعة. تمام. طب تعالوا نحلل ده، حللنا الجاكت. طب تعالوا نحلل كده البنطلون. البنطلون بالنسبة لي ايه؟ هيبقى عندي امام وخلف، امام 2 قطعة، والخلف ايه برضو؟ 2 قطع. يبقى انا كده لما اجي احلل الموديل، الامام بالنسبة لي 2 قطعة، الخلف 1 قطعة، الكم 2 قطعة، الكول 1 قطعة، الجيب 1 قطعة، وطبعا اسفة على الخط اعذروني. البنطلون امام 2 قطع، خلف 2 قطع، كده تمام. طب تعالوا بقى نبدأ نحل كده. اول حاجة هنبدأ نجيبها الامام، هجيب عرض الامام، طول الامام. طيب احنا قلنا عرض الامام كام في الموديل؟ اداهولي 28 سنتي. طب تمام،
طب هزود ايه بقى؟ اتفقنا ان انا هزود ايه، انا عرفت خلاص ان ده ايه، ان ده مرد بسيط مع ريفيرا وكول سبور. المرد البسيط هحط 2 سنتي زائد 2 سنتي كمان زائد 7 سنتي، ده الرقبة، زائد 3 سنتي من الكتف، زائد ايه كمان منساش، ال1 سنتي الخياطة. يبقى انا عندي كده الناتج كام؟ 41 سنتي. يبقى انا كده هستخدم كمية قماش في الامام 41 سنتي. تعال نشوف طول الامام، طول الامام او طول الجاكت 75 زائد 1 سنتي زائد 2 سنتي تانية الديل بتاعتي. كده الناتج كام عندي بقى بالنسبة لي؟ هيبقى 78 سنتي. مطلوب كام قطعة؟ 2 قطعة. يعني لما اجي اعمل الرسم التخطيطي بتاعي احط الامام كام مرة؟ احط العرض اللي هو 41 والطول 68 مرة واكررها كمان مرة. كده انا جبت الايه، القطعة اللي هتستخدم قد ايه، هزود المرد البطانة 7 سنتي للرقبة، 3 سنتي من الكتف، 1 سنتي. ايه ده بقى اللي انا عملته ده؟ ده بالنسبة لي المرد البسيط مع الريفيرا والكول اسبور. وطبعا كده جبت طول الامام. طب تعالوا نجيب كده الخلف، تعالوا كده نشتغل نجيب الخلف. بالنسبة للخلف بقى، بالنسبة لي الخلف مثلا هقول الخلف كام قطعة؟ احنا قلنا الخلف قطعة واحدة. طب تعالوا نجيب عرض الخلف كده، يبقى عرض الخلف طول الخلف. عرض الخلف كام؟ وكم مدهوني كام؟ قال لي نصف عرض الخلف. طب انا هجيب الخلف قطعة واحدة صح؟ اه. طب هنحط الاتنين واقوم جاي حاطه النص اللي هو مديهولي اللي هو ال25، هو مديني 25 زائد ال1 سنتي. يبقى انا عندي كده كام؟ هجمع ده، هجمع ده مع بعضه وبعد كده اضربه في الاتنين، طلع عندي إيه؟ يبقى كده الناتج 25 و6 و52 سنتي. والطول طبعا عندي الطول اللي هو 75 زائد 1 زائد 2 سنتي بيساوي 78 سنتي. وده كام واحدة؟ كام قطعة؟ 1 قطعة. ده كده بالنسبة لي أنا جبت الأمام والخلف بالنسبة للبيجامة بتاعتي. طبعا احنا عارفين بقى الكم، وهيبقى بنفس الطريقة، وإن شاء الله بإذن الله هنحاول إن احنا نكمله في الحلقة الجاية بإذن الله. أنا كده النهاردة إن شاء الله أخدنا يعني تطبيق عملي على طريقة التسمين بتاعة أول حاجة جبنا الكمية، بعد كده هندخل على التسمين. فطبعا ده بالنسبة لمخرج تعلم، المخرج التعلم اللي هو الخاص بتسمين الخامات، اللي أنا أجيب الكمية وبعد كده أجيب الثمن. وإن شاء الله بإذن الله هنكمله بإذن الله في الحلقات القادمة. بشكركم وأتمنى لكم الخير والسعادة والتوفيق، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله. شكرا.